دكتور، لو بدأت بقرار فتح الملاعب، هل ترى بأنه إجراء واقعي بالنظر إلى ما نعرفه في الملاعب؟ يعني الأنصار لا يتقيدون عادة بالتباعد وغيرها، حتى وإن كان سوف يلتزمون بتقديم الجواز الصحي عند دخول الملاعب، حتى هذه مسألة يعني فيها أيضا أخذ ورد في ظل الأرقام اللي رانا نشوفوها. يعني 24 ساعة الماضية كان فيها مازالت أكثر من 200 حالة و21 وفاة. نبدأ بالوفيات لأن السؤال هذا يتردد كثيرا بين الناس، وربما الإجابة عن هذه المعادلة، معادلة تراجع في عدد حالات الإصابات مع تسجيل أرقام مرتفعة نسبيا في عدد الوفيات، نقول أنه الحقيقة للأسف شديد أنه الموجة الماضية شهدت كثير من حالات الاستشفاء، وحالات الاستشفاء في عرف الممارسين الأطباء والمتابعين لكورونا أنه إذا تجاوزت الأسبوع الثالث من الإصابة وبقيت الأمور معقدة، فللأسف الشديد نقول بكل أسف أنه الأمور تبقى حرجة. يعني فعدد الوفيات هو تبع لمن بقيوا في الغالب في المستشفيات إلا بعض الاستثناءات القليلة. فربما نرصد هذا الأمر من خلال انخفاض عدد حالات الاستشفاء، فكلما تعافى أناس من المرضى الموجودين في المستشفيات فنستبشر خيرا بأن عدد الوفيات سيقل تدريجيا إن شاء الله. ممتاز. ذلك للأسف الشديد أنه بعد 3 أسابيع يعني الأمور حرجة جدا في بعض الحالات. الشيء الثاني أنه كورونا بالنسبة لهذا الإكراه بين قوسين، الإكراه الناعم، أنا سميته الإكراه الناعم، أنه الدولة تستعمل قوة الإكراه فيما عرف بالجواز الصحي أو الباسانيتار في كثير من الدول، أنه من حق الدول ومن حق السلطات العمومية أن تستعمل نوع من الإكراه، وهذا إكراه ناعم بمعنى أنه لا نحضر الشرطي والدركي أو الجندي لإكراه الناس على التلقيح، لكن أن نحد من حرية غير الملقحين لأنهم يسببون خطر على غيرهم ما لم تلقح، يعني يحصل على التطعيم أو التلقيح نسبة تفوق 60%، فتبقى الدورة الجهنمية لتنقل وعبث الفيروس بين الناس حاضرة. فلذلك هذا الإجراء ربما هو بداية للحديث عن الجواز السفر أو جواز أو الترخيص الصحي لقطاعات أخرى. صحيح. يعني صحيح أن الملاعب ربما موضوعها حساس مع وصفها لعبة جماهيرية، فتكون هي البداية الانطلاقة لغيرها من المناشط الاجتماعية والثقافية كالجامعات وربما المدارس وغيرها،